استقبل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية السيد جيسون إيزاكسون رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية بمناسبة زيارته لمملكة البحرين المشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر حوار المنامة وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة البحرينية الأمريكية والجهود التي يبذلها البلدان من أجل تطوير وتنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات خدمة للمصالح المتبادلة بالإضافة إلى تدارس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك